السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في فيديو جديد على قناة اخوكم نواف خالد. واليوم بتكلم عن حلقة سوار شعيب الأخيرة اللي كانت تتكلم عن الأغاني والشيلات وصدام حسين. إذا أول مرة تزور القناة اشترك وشغل التنبيهات وحياك الله. واليوم بنتكلم عن حلقة سوار شعيب الماضية، الحلقة اللي كانت تتكون من ثلاث محاور. المحور الأول كان يتكلم فيه عن الأغاني، حلال ولا حرام؟ إذا حرام ليش تسمعونها؟ أوكي أنتم منافقين، فبالتالي يعني أنتم لا تلومون الإعلاميين والمشاهير والحكام. المحور الثاني صار يتكلم عن الفرق بين الأغاني والشيلات، هل فيها موسيقى ما فيها موسيقى، وجاب ضيف يتكلم عن هالموضوع وقعد يحشر فيه لما خلاه يقول ان الشيلات فيها موسيقى فبالتالي هي حرام. والمحور الثالث واللي جاب فيه العيد لما دخل في السياسة وجاب صدام حسين وقاعد يقول صدام حسين مجرم، وانت كيف تسوي الريتويت لتغريدة صدام حسين ومش عارف ايش. فبالتالي دخل في السياسة وجاب العيد وسوى ازعاج في الكومنتات وسب بين الناس في الكومنتات على موضوع صدام حسين. المحور الاول شعيب راشد دخل في موضوع الاغاني حلال ولا حرام، بدا يسال الناس في تويتر في الاحصائيات وسال الناس في الشارع وسال الضيف الاغاني حلال او حرام. طيب اذا كانت حرام انت ليش تسمع اغاني وانت عارف انها حرام؟ اذا انت منافق. ترى وايد بالدين في وايد اشياء حرام عاد نسويها، ترى الزنا حرام بعد بس عاد نسويه. شلون يعني؟ ايش المنطق هذا؟ نفاق يسمونه، ما يجوز. لو افترضنا يا شعيب ان الاغاني حرام وسمعها ذنب واللي يسمعها منافق، اذا كل الناس منافقين. ليش؟ لان كل الناس يذنبون وكل الناس تعرف انها تذنب، لان احنا في النهايه بشر. فهل كل الناس منافقين؟ طبعا لا. ها يا جماعه شلون انتم تبون السياسيين والاعلاميين اذا يعني غلطوا يعدلون غلطتهم؟ ما انتم يعني في غالبيه اليوم قاعد غلط ومستمره، شلون تبي الحكام والناس يغيرون واقع الحياه؟ أنت نفسهم قاعد تشوف هذا خطأ ومستمر فيه. لا تخلط الموضوع بين سماع الأغاني والحكومات. إذا أنت كنت على رأس حكومة وكنت تنافق فهذه كارثة، لأنك أنت مسؤول على شعوب، ما أنت مسؤول على نفسك بس. طبعا مش زي اللي يسمع أغاني، فبالتالي إذا كنت أنت حكومة ما ينفع تنافق، ولا يقارن بسماع الأغاني، ما لهم علاقة في بعض أبدا. أعتقد أن شعيب راشد لم يوفق في المقارنة والمثال في المحور الأول. أما في المحور الثاني من الحلقة، الشيلات والأغاني والفرق بينهم، هل الشيلات فيها أغاني ولا ما فيها أغاني؟ وجايب ضيف يتكلم عن هذا الموضوع. المفروض أن هذا الضيف يناقش يحاور في موضوع الشيلات، هل هي حلال حرام، عن فن الشيلات. تعال يا ضيف يا مشهور يا صاحب شيلة زلزلة، هل الشيلات فيها موسيقى؟ ما فيها. متأكد ما فيها؟ متأكد أن الشيلات ما فيها موسيقى؟ أبدا. أوكي تفضل. فيها موسيقى؟ هذه أكيد فيها كواير، عبارة عن تنبوهات أو كوردات، وهذا هذه الكوردات أخذها من أورج. تعال الحين فك نفسك من شعيب. بدأ شعيب يلعب لعبة المفضلة اللي هي تحشير الضيوف وتوريطهم بأسئلة، كيف تقول ما في موسيقى؟ في موسيقى من الكوردات ومش عارف إيش، وبدأ ينشبله. لا ما في أورج، ما في. شو ما في؟ عشان طلع الكوردات، الكوردات تطلع من الأورج. أنا عارف يا أبوي. كوردات عسف طال عمرك. يا ساتر يا رب. بدأ مسكين ينشب في حلق الضيف لين ما خلاص قفلت معه. يعني غنية. طيب. انت قاعد تغني؟ صح. انت الاغاني عندك مو حرام؟ لين ما وصل الضيف الى حل معقول، حل فيه الازمه خلاص. حقه قاعد تغني عيل دام تدري انه حرام؟ علي انا حلال. حلال علي خلاص، لا تناقشني ولا ناقشك، وقف. من الاساس كان المفروض تجيب ضيف يعرف يناقش ويحاور في هذا الموضوع، انت اخترت الشخص الخطا. الضيف اللي انت جبته ما ينفع يحاورك في هذه المساله ولا في اي مساله اصلا. غزة الشيعة. طيب يكفي. انا احسب انه غزة الشيعة بس. ما ينفع يناقش في أي مسألة أبداً أبداً. أما في المحور الثالث اللي تكلم فيه عن صدام حسين، واللي يعتقد شخصياً أن شعيب راشد جاب فيه أم العيد. ليش؟ معرفتك بصدام حسين. أوكي إحنا مقدرين أنك أنت كمواطن كويتي عندك موقف معين من صدام حسين، ما حد يقدر يلومك وهذا حقك، لكن المسألة هذه مسألة سياسية، وأنت قلت يا شعيب أنك طلقت السياسة من زمان. أن أنا يا جماعة طلقت السياسة وأنا ما راح أرد حق السياسة تماماً. أما في مسألة صدام حسين خلونا نكون صريحين شوية، خلونا نتفق أن مش كل الناس متفقين أن صدام حسين كان طاغية. صدام حسين من الشخصيات المثيرة للجدل، الناس منقسمة، في ناس يشوفونه شيطان رجيم وفي ناس يشوفونه ملاك،
وفي ناس يشوفونه على حسب المواقف، يقول لك لا مواقف سيئة جدا مثل غزو الكويت، ولا مواقف جيدة مثلا مع القضية الفلسطينية وضربة الأبيب. فموضوع صدام حسين ما هو موضوع واضح كذا قطعي ما نقدر نجادل فيه، يبقى مسألة سياسية فيها اختلاف بين الناس. ليش تدخل نفسك في هذه الدوامة وليش تتكلم عن السياسة؟ أعتقد أن شعيب راشد بدأ يدخل نفسه في مشاكل هو في غنى عنها بسبب المسائل السياسية. عموما هذا كان تعليقي على حلقة صور شعيب الأخيرة. اختلفوا معي، اتفقوا معي في الكومنتات، اشتركوا في القناة، لايك سبسكرايب شير، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.